الرئيس السيسي وقع قانونا بمنح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج. انطلاق اعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمه العربيه بالجزائر، وابو الغيط يؤكد قدره العمل العربي المشترك في تجاوز التحديات. روسيا تتهم الغرب باستخدام الدولار كسلاح لتقويض مفاهيم الاحتياطات المالية الدولية. الثالثة مساء في القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 161 لعام 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج. تتضمن التيسيرات أنه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائدا بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين عليه أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم سرداد هذا المبلغ بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد. تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والسعي لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا، تعلن مؤسسة حياة كريمة عن تقديم دعم غذائي ونقدي للمواطنين، وذلك من خلال توزيع 500,000 صندوق مساعدات غذائية، بالإضافة إلى صرف دعم نقدي لنحو 16,000 أسرة للفئات الأولى بالرعاية، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية. يأتي ذلك سعيا من مؤسسة حياة كريمة لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية لتحقيق حياة كريمة لهم، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تأتي المؤسسة كأحد أعضائه ومؤسسيه مع عدد من الكيانات الرائدة في العمل التنموي في مصر. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور صابر شاكر أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان. دكتور صابر، إجراءات خاصة بحزمة من الحماية الاجتماعية أقرتها الدولة المصرية، دور هذه الحزمة من الحماية في مجابهة ما يلقى على المواطن المصري من أعباء نتيجة التحولات الاقتصادية العالمية وارتفاع التضخم؟ في الحقيقة طبعا الحماية الاجتماعية بتلعب دور كبير جدا ومن ضمن أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية، لأن الإجراءات الإصلاح الاقتصادي دايما بيبقى ليها تكلفة. هذه التكلفة في طبقات معينة اللي هي الطبقات محدودة الدخل، دي ما بتقدرش انها تصمد امام هذه التكلفة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، لأن دايما الإصلاح الاقتصادي بيتضمن عملية تصفيد او ترشيد للدعم في إجراءات خاصة بمعدلات الأسعار وارتفاع التضخم. كل الآثار دي بيبقى فيه إجراءات من الجانب الدولة او الحكومة عن طريق توجيه سواء الدعم النقدي او الدعم السلعي، فكانت مبادرة حياة كريمة وغيرها من المبادرات كان لازم بتستهدف هذه الأسر الأولى بالرعاية، لو احنا عايزين نطلق عليها المصطلح الأكثر دقة. هذه الأسر من ضمن حتى خطط الإصلاح الاقتصادي، لما جينا بنتفاوض مع صندوق النقد الدولي كان بيبقى فيه سؤال مهم جدا، ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على الفئة الأولى بالرعاية أو الطبقات محدودة الدخل
من الاثار السلبيه اللي بتحدث نتيجه لاصلاح الاقتصاد. فدي من ضمن الحاجات اللي دايما الحكومه بتستهدفها عن طريق المبادرات، لان المبادرات اكثر فاعليه وكفاءه في تحقيق الهدف. بيبقى عندنا قاعده بيانات بالاسر والدرجه الخاصه للرعايه بتاعتها والدعم المقدم ليها، عشان نقدر نوفر لهم حياه كريمه زي ما البرنامج المسمى بتاعه موجود، نقدر نوفر له فرصه دخل قائم، نقدر نساعده شويه على عمليه المعيشه. نعم، لكن ايضا سياسه المكاشفه والمصارحه فيما يخص الحاله الاقتصاديه لمصر، والتي جاءت بالطبع في المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد مؤخرا. برايك كيف يمكن ان تكون لهذه السياسه نوع من المشاركه في المسؤوليه ايضا لتحمل الاعباء الاقتصاديه المختلفه؟ الحقيقه يمكن كلمه فخامه الرئيس في اليوم الختامي وضحت كتير جدا من النقاط اللي ما كانش حد هيقرب منها، يعني دايما في مجموعه كده من الخطوط الحمراء ما كانش حد بيقدر يقرب منها او ما بيحاولش يفتح الملفات دي. وضح نقاط كتير جدا من شانها، مثلا ان ليه الدوله بيبقى ليها شركات او الجيش بيبقى ليه شركات بتدخل في النشاط الاقتصادي. فكانت الاجابه بكل صراحه على الهواء مباشره ان 67 مش هتتكرر تاني، لان الجيش بيعتمد على الموارد الماليه الخاصه بيه، وبالتالي بيبدا ان هو يعمل انشطه اقتصاديه. فده كان لكل المواطن العادي بيوضح الانشطه الاقتصاديه اللي بيتم مرصدها من خلال الدوله. الوضع الاقتصادي اصبح على الهواء مباشره، احنا بنتكلم دي مواردنا ودي التزاماتنا ودي احتياجاتنا في الفتره القادمه. صحيح ان الاعباء كتيره، لان المشروعات اللي دخلت فيها الدوله هي مشروعات طويله الاجل، وكل الاصلاح مرتبط بهذه المشروعات بيطلق عليها المشروعات الميجا بروجكتس، المشروعات الضخمه بتحتاج تمويل كبير جدا عشان اقدر اعمل بنيه تحتيه وبنيه اساسيه للاستثمار الخاص يقدر يخش فيها. اقل مشروع فيهم احنا بنتكلم على حوالي اكثر من مليار دولار مثلا في المشروعات دي. فالقطاع الخاص بيقدر ان هو يخش بعد كده لما الدوله تمهد له الدنيا، يقدر يخش في عمليه تشغيل. وده اللي كان بيركز عليه فخامه الرئيس، ان انا عملت لك كدوله، عملت لك البنيه الاساسيه، عملت لك مشروعات كبيره تتطلب استثمارات، ممكن القطاع الخاص بعد كده يقوم عمليه الاوبريتنج وعمليه التشغيل. فده كان نقطه مهمه جدا بنوضح كل الامور، عندنا التزامات، ولكن ثمار هذا الاصلاح يتوقف على الانتهاء، معدل الانتهاء من هذه المشروع. كل مشروع كبير بيخلص العائد بتاعه بيكون اكبر بكتير جدا من التكلفه والمصروفات اللي تم تحملها من جانب الاقتصاد. اشكرك جزيل الشكر الدكتور صابر شاكر، استاذ الاقتصاد بجامعه حلوان. في إطار دور اجتماعي لوزارة الداخلية وتخفيفا عن كاهل المواطنين، أعلنت الوزارة مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر نوفمبر لتوفير كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%. كما أعدت منظومة أمان عبوات تحتوي سلع غذائية لطرحها للمواطنين بتخفيضات تصل نسبتها إلى 50%. استمرارا للدور الفاعل لمبادرة كلنا واحد في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 23 من المبادرة حتى نهاية شهر نوفمبر. المبادرة التي تأتي برعاية رئيس الجمهورية تهدف إلى توفير السلع بكافة أنواعها بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% في المعارض والسلاسل التجارية المشاركة فيها. المبادرة بتوفر للشعب المصري كل السلع الاستراتيجية اللي هي زيت وسكر ورز ومكرونة، كل السلع دي متوفرة وإن شاء الله موجودة متوفرة بكميات معانا. الحمد لله احنا متوفر عندنا جميع السلع خصوصا السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطن المصري، وبتناسب كل فئات المواطنين وبأسعار الحمد لله مناسبة للجميع. 34 سلسلة تجارية و 1051 فرع لسلاسل تجارية على مستوى الجمهورية تشارك في هذه المرحلة من المبادرة بطرح كميات كبيرة من السلع بجودة عالية
لتلبية احتياجات المواطنين بأقل تكلفة، وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت، إضافة إلى توفير هذه السلع في المعارض الرئيسية والفرعية التي أقامتها الوزارة بالتنسيق مع كبار التجار في الشوارع والميادين الرئيسية بمختلف المحافظات. عندنا أسعار الزيت والسكر والمكونات كلها سعر كويس، والدقيق كمان، وكل المنتجات الاستراتيجية للبيت أو إن كان جبن أو كلام دوت هي متوفرة بأسعار كويسة. المبادرات دي الحقيقة من العوامل أو من الحاجات الرائعة اللي بتقدمها الحكومة في ظل تباين الأسعار الحادث حالياً، وفي ظل الارتفاع العام للأسعار على مستوى العالم. النهاردة ده بيدعم شوية محدودي الدخل ذوي الدخل المنخفض، وبيعاون الكثير على توفير احتياجاتهم من المواد الغذائية. وقد لاقى الإعلان عن مد فترة المبادرة إشادة واسعة من المواطنين، وإشادة أيضاً بالدور الاجتماعي لوزارة الداخلية وإسهاماتها الفعالة في دعم ومساندة الأسر المصرية من خلال هذه المبادرة. المبادرة بتاعت سيادة الرئيس يعني فرصة عظيمة لنا، يعني نحن نيجي النهاردة يعني ناخد حاجاتنا اللي احنا محتاجينها. كل حاجة موجودة من ناحية اللي هي الحاجات اللي كل بيت بيحتاجها، اللي هي السلع اللي هي الأساسية. يعني أنا كل اللي يهمني إن يبقى موجود لمؤاخذة برضو الرز والزيت والمكرونة والسكر، الشاي، الحاجات اللي هي دي كلها اللي بيحتاجها كل بيت. أنا بحيي السيد رئيس الجمهورية على المبادرة دي، لأن أنا بقالي حوالي 3 سنين في الأزمات بتاعت الكورونا والأزمات بتاعت الحرب بتاعت أوكرانيا، ما نقصش حاجة من السوق. منظومة أمان ومساهمة منها في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية قامت بإعداد عبوات تحتوي على سلع متنوعة بهدف طرحها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 50% عبر 1026 منفذاً ثابتاً ومتحركاً على مستوى الجمهورية حتى نهاية العام، وكلها موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. شعب وقيادة وشرطة احنا وكل كما قامت منظومة أمان بتوزيع تلك العبوات بالمجان على المواطنين الأولى بالرعاية من قاطني المناطق الحضرية الجديدة في إطار الدعم والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لهذه الفئات. تسعى وزارة الداخلية من خلال مبادرة كلنا واحد إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال توفير احتياجاتهم في إطار المبادرة بتخفيضات كبيرة، وهو ما اتضح من خلال حرصها على مد فترة المبادرة ليتمكن المواطنون من شراء متطلباتهم واحتياجاتهم بأقل تكلفة. لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا شرطة وشعب. هذا وقد وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 521 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 142 طن مواد غذائية وغير غذائية، وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 17.5 طن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فقد تم ضبط أكثر من 124.5 طن. كما تم ضبط 723 قضية في مجال قضايا المخابز، من بينها 240 قضية خبز ناقص للوزن و 176 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 26 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 298 طن. عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية لسماع آراء المواطنين حول القضايا المختلفة في إطار دعم الحوار الوطني بمقر بيت العائلة بمحافظة أسيوط. استعرض أعضاء التنسيقية في بداية اللقاء محاور الحوار الوطني الثلاثة: السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وكذلك استعرضوا أهمية مشاركة الجميع فيه. وفي الأسكندرية عقدت التنسيقية جلسة نقاشية حول الحوار الوطني والتحديات التي يواجهها المصريون من الصم والبكم، وذلك في محافظة الأسكندرية. وتحدث ممثلو الصم والبكم بالمحافظة عن أبرز التحديات التي تواجههم.
نظمت تنسيقية شباب الأحزاب جلسة نقاشية في كلية الطب البيطري جامعة دمنهور بعنوان الطريق نحو الجمهورية الجديدة. استهدفت الجلسة الاستماع إلى آراء الطلاب ومقترحاتهم وطموحاتهم نحو المستقبل والتحديات والمشاكل التي تواجههم في إطار قضايا الحوار الوطني وتعريف الطلاب بتنسيقية الأحزاب والسياسيين. كما تطرقت الجلسة إلى عدة موضوعات من بينها فلسفة الحوار الوطني وأهمية المشاركة المجتمعية في المحاور والتعريف بالمشروعات القومية الرئاسية والاقتصادية للدولة في كل المجالات. في إطار فعاليتها حول الحوار الوطني، نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل عقبها صالون نقاشي عن تعميق وتوطين الصناعة وكذلك دعم التصدير والتحديات التي تواجه هذا القطاع وطرق مواجهتها. تناول الصالون محاور رئيسية منها مؤشرات أداء الصادرات الوطنية وأهم القطاعات التصديرية ذات التنافسية العالية وكذلك التحديات التي تواجه الصناعة، فضلا عن أهم معوقات أداء الأعمال ومقترحات دعم وتطوير الصناعة ومقترحات النهوض بالصادرات وفرص الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة. يعني جلسة في الحقيقة كانت هائلة جدا، احنا بنتكلم على تعميق التصنيع المحلي والترويج للاستثمار وكيفية ان جعل مصر بيئة خصبة للاستثمار وزيادة الصناعات. تعميق التصنيع المحلي من الأهداف الرئيسية وفي الحقيقة بيتفق معاه تماما هو موضوع الصادرات وزيادة الصادرات المصرية. مصر بتمر بزمن أو بوقت لم يكن في الحقيقة مسبوق، دعم سياسي قوي جدا، دعم الدولة قوي جدا للصناعة، الصناعة بقى عليها تركيز كبير جدا جدا الفترة الأخيرة، كثير جدا من الممكنات، كثير جدا من الحوافز. الصناعة هي قاطرة مش بس التنمية إنما قاطرة حلول البلد دي. النهاردة طرحنا عدد كبير من النقاط اللي ناقشناها، كان أهمها أنا في التوصيات اللي طرحتها أن يجب أن يكون هناك اهتمام بالصناعات الاستراتيجية، والصناعات الاستراتيجية هي أمن قومي مصري ولا يجب حسابها بحسابات المكسب والخسارة القريبة، وإنما هذه الصناعات بيقوم عليها صناعات أخرى وهي اللي بتشيل البلد في كل مشاكلها. اتكلمنا في كل شيء يخص توطين الصناعة من حيث المعوقات، هل هذه المعوقات الموروثة من سنوات ما زالت قائمة كما هي أم لا؟ هل هذه المعوقات تم حل حالتها بسياسات وممارسات وإجراءات تم طرحها في الآونة الأخيرة، أو تم طرحها أو معالجتها كتوصيات من سيادة الرئيس أو من المؤتمر الاقتصادي في المؤتمر الاقتصادي؟ إحنا فين ورايحين على فين؟ إيه اللي ناقصنا؟ إيه اللي محتاجنا؟ المستثمر الأجنبي إزاي نقدر نساعد في جذبه أكثر؟ انطلقت أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة للدورة 31 والمقرر انعقادها في الأول والثاني من نوفمبر القادم برئاسة الجزائر. يناقش المجلس إقرار مشروع جدول أعمال القمة في شقه الاقتصادي والاجتماعي، والذي يتضمن عددا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتحسين حياة المواطن العربي، ويتضمن جدول الأعمال كذلك العديد من الأطروحات الجديدة في إطار التكامل الاقتصادي العربي. أكثر من أي وقت مضى يأتي انعقاد هذا الاجتماع الهام في وقت. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قدرة العمل العربي المشترك بمفهومه الأشمل على تجاوز الصعوبات والتحديات من خلال النجاح في الاستخدام الأمثل للطاقات العربية البشرية والمادية المتاحة. وخلال كلمته أمام أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس الجامعة العربية، شدد أبو الغيط على دور المنظمات العربية المتخصصة باعتبارها أذرعا فنية لهذه المنظومة، مشيرا إلى دور المجالس الوزارية المتخصصة خصصة بصفتها آليات عربية تنشط في شتى المجالات التنموية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الجزائر مراسل التلفزيون المصري منذر أبو دوحة بعد التحية. ضعنا في تفاصيل الاجتماع التحضيري للقمة العربية وما تم تناوله من ملفات ومناقشات حتى الآن. تحياتي إليك بداية ولكم أعزائي المشاهدين. بالفعل هذه القمة الاستثنائية تشهد استعدادات
قوية سواء من الجامعة العربية أو الحكومة الجزائرية، وذلك ما تابعناه من خلال الملفات المهمة وأهم التحديات التي تقف أمام التنمية في المجتمعات العربية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، وهذا ما حواه اجتماع على مستوى وزراء الاقتصاد والاجتماع اليوم. بطبيعة الحال تم مناقشة أهم التحديات الاقتصادية وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على أزمة الغذاء، ووضع خطة عمل استرشادية تم التشاور بخصوصها وسيتم عرضها على القمة الرئاسية في الأول من نوفمبر المقبل أو الأسبوع المقبل إن شاء الله. بطبيعة الحال كانت هناك مناقشات كذلك حول التحديات الاجتماعية والتأكيد على أهمية التنمية الاجتماعية أو التنمية في مختلف المجتمعات العربية في المرحلة القادمة من خلال وضع رؤى موحدة بين الدول العربية في تحركاتهم. كذلك على بالنسبة للوضع ومشكلة اللاجئين في المنطقة العربية شهدت تحديات عديدة وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، كان لها تأثير كبير في موضوع الغذاء ونقصه وتأثيره وزيادة أسعاره بالنسبة لتقديم الدعم للاجئين في المنطقة العربية، حيث أن المنطقة العربية تشهد أكبر أعداد لاجئين على مستوى العالم. بالأمس كنا قد تابعنا تصريحات السيد حسام زكي بخصوص ضم ملف سد النهضة لمناقشات وزراء الخارجية العرب والذي سيعقد غدا إن شاء الله، من خلال طلب مصر والسودان لضم هذا الملف ودعم الدول العربية لهذا الملف المهم بالنسبة لمصر والسودان. وكذلك يعتبر من أهم الملفات على طاولة مناقشات الجامعة العربية أو القادة العرب يوم الأول والثاني من نوفمبر المقبل إن شاء الله. هناك عدد من التحديات بطبيعة الحال سيتم مناقشتها غدا إن شاء الله، اجتماع وزراء الخارجية العرب سيتم مناقشة ما يقارب من 14 بندا حول التحديات السياسية المقبلة والتي سيتم رفعها إلى القمة الرئاسية. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا منذر أبو دوح مراسل تلفزيون المصريين من الجزائر، شكرا جزيلا لك. أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نظام الاقتراع الجديد هو الاقتراع على الأفراد بدلا من نظام القوائم، وأنه لن يقصي أحدا في الترشح في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 17 من ديسمبر القادم. كما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية أن عدد المتقدمين للترشح للانتخابات التشريعية القادمة بلغ 1427 مرشحا بجميع الولايات، وذلك قبل إغلاق باب الترشح في الأمس. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن إسقاط الجيش ل 23 طائرة مسيرة بدون طيار أجنبية خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى مروحيات عسكرية روسية وصواريخ موجهة. وقال زيلينسكي إن روسيا قصفت أيضا منطقة باشتانكا، بينما تضررت عشرات المباني السكنية والمنازل في مدينة نيكوبال من جراء القصف. ولحقت بخطوط نقل الطاقة والمنازل وشبكات الكهرباء، لحقت بها أيضا أضرار جسيمة مما حرم حوالي 1000 منزل من التيار الكهربائي. هذا وقد كشف حاكم شبه جزيرة القرم الذي نصبته روسيا سيرجي أسكينوف أن النائب الأول لكبير الموظفين في مكتب الرئاسة الروسية سيرجي كرينكو أنه قد زار مدينة خيرسون الأوكرانية التي تسيطر عليها موسكو. وأضاف حاكم شبه جزيرة القرم أن كرينكو زار ميناء العبارات الذي يتم من خلاله إجلاء الناس من الجزء الخلفي الأيمن من مدينة ديمبرو وقبل هجوم أوكراني متوقع. شبح المعارك الضارية يخيم على مدينة خيرسون الواقعة جنوبي أوكرانيا في ظل حشد وتصعيد من جانبي موسكو وكييف مع تضارب للتصريحات بشأن الوضع في المدينة الاستراتيجية. خيرسون هي أول مدينة أوكرانية رئيسية سقطت بيد القوات الروسية منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا، مما شكل دفعة معنوية قوية لموسكو. الإقليم له أهمية خاصة حيث يضم سد محطة كاخوفكا لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى جسر أنتر الذي يربط المدينة بالضفة الجنوبية لنهر دنيبرو وبقية منطقة خيرسون. كما تمتلك المدينة أكبر ميناء في أوكرانيا لبناء السفن في البحر الأسود، وهو مركز رئيسي للشحن، ويعتبر الميناء الرئيسي على البحر الأسود ونهر دنيبرو، وتطل على بحر أزوف من الجنوب الشرقي والبحر الأسود من الجنوب الغربي، إضافة إلى أنها تشكل بذلك حلقة وصل بين شبه جزيرة القرم وأقليم دونباس شرقي أوكرانيا. هذه المدينة الاستراتيجية تقع ضمن
الأقاليم الأربعة التي أعلن عنها الكرملين أواخر سبتمبر الماضي ضمها إلى روسيا، وبالتالي فإن سيطرة الأوكرانيين عليها مجدداً سيقلل من سيطرة الجيش الروسي. لذلك تواصل القوات الروسية إرسال تعزيزات عسكرية إلى خيرسون، حيث وصلت تعزيزات تقدر بنحو 1000 جندي إلى تلك الجبهة خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها الجوية شنت 14 غارة على مجموعات من القوات الروسية والأسلحة والمعدات العسكرية. أوضحت هيئة الأركان الأوكرانية أن الجنود الروس الذين تم حشدهم وصلوا إلى المنطقة لأداء مهام قتالية لم يخضعوا للتدريب المناسب، ويفتقرون كذلك إلى المهارات العملية في استخدام الأنواع الأساسية من الأسلحة، وينتج عن ذلك خسائر كبيرة بين القوات الروسية. أشارت الهيئة إلى أن القوات الروسية التي تشارك بشكل مباشر في الأعمال القتالية على أراضي أوكرانيا لديها مشاكل لوجستية. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تشككه في تصريحات نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن أنه لا ينوي استخدام سلاح نووي في أوكرانيا، موضحا أن طريقة تناول بوتين للأمر خطيرة جدا على حسب وصفه. ومن جانبه حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن العالم ربما يواجه أخطر عقد في تاريخه منذ الحرب العالمية الثانية، متهما الغرب بممارسة الابتزاز النووي ضد بلاده لإجبار حلفائها على الابتعاد عنها. وأكد بوتين أن روسيا لم تتحدث قط عن استخدام الأسلحة النووية، مضيفا أن كييف لديها تقنيات تسمح لها بصنع قنبلة قذرة وتفجيرها في أوكرانيا. أكد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أن سول لم تزود أوكرانيا بأية أسلحة فتاكة، وذلك عقب تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن قراراً كهذا سيدمر علاقاتهما الثنائية. تصريحات بوتين جاءت في مؤتمر عقد في موسكو متهماً الغرب بالتسبب في إشعال الأزمة الروسية الأوكرانية. كانت كوريا الجنوبية قد أكدت أنها لن تزود كييف بمساعدات فتاكة، وسعت إلى تجنب إثارة عداء روسيا لأسباب اقتصادية، ولأن موسكو يمكن أن تمارس تأثيراً على كوريا الشمالية. هذا وقد أكدت روسيا أن الدول الأشد فقراً تحصل على 3% فقط من صادرات الغذاء التي تتم في إطار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وأن نصف الشحنات تذهب للدول الغربية. ومنذ أن وقعت روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي في 22 مبادرة حبوب البحر الأسود المدعومة من الأمم المتحدة، صدرت أوكرانيا ملايين الأطنان من الذرة والقمح ودوار الشمس والشعير وبذور اللفت والصويا. وفي المقابل قال مسؤولون غربيون مطلعون على محادثات الحبوب إن أي إمدادات إلى الأسواق العالمية من أوكرانيا أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم تخفف من حدة أزمة الغذاء. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن 70 سفينة أوكرانية بالبحر الأسود لم تمتثل لقواعد الملاحة البحرية. وقالت الوزارة أنه لا يمكن تجاهل انتهاك اتفاق تصدير الحبوب من الجانب الأوكراني خاصة بعد الهجوم على جسر القرم. وفي مؤتمر صحفي عقدته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا في العاصمة موسكو قالت إن بلادها ستبت في مسألة تمديد اتفاقية الحبوب بحلول 18 من نوفمبر القادم، وذلك بناء على المعطيات المتاحة. قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي والذي يبلغ 7.5%
سنويا. ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن استخدام الغرب الدولار كسلاح قوض مفاهيم الاحتياطات المالية الدولية. وأضاف ميشوستين أن أحداث الأشهر الأخيرة تؤكد حاجة رابطة الدول المستقلة إلى التركيز على فرص تعزيز استقلالها التكنولوجية. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال إن الولايات المتحدة تستخدم الدولار كسلاح لتحقيق مصالحها وخلق المشاكل حول العالم، لذا على الدول الأخرى أن تجري معاملاتها بعملتها الوطنية. أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك أنه سيتعين اتخاذ قرارات صعبة لوضع الاقتراض والاستدانة من الحكومة البريطانية على مسار مستدام. أضاف رئيس الوزراء البريطاني أنه واثق من إصلاح اقتصاد بلاده، مشيرا إلى أن بريطانيا تواجه الكثير من التحديات الاقتصادية. حقق الاقتصاد الفرنسي نموا هزيلا في الربع الثالث من العام الجاري مع ضعف انفاق الأسر. وأظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن الاقتصاد نما بنسبة 2% في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر الماضيين. وفي الوقت نفسه قفزت أسعار المواد الاستهلاكية قفزة كبيرة في أكتوبر، وارتفع التضخم بنسبة 1.3% على أساس شهري، وتسببت تكاليف منتجات النفط وأسعار الغذاء في هذا الصعود. وقال المعهد إن التضخم السنوي بلغ 7.1% مقابل 6.2% قبل شهر، لتجاوز نسبة قياسية عند 6.8% في يوليو. أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في ألمانيا صعد بنسبة 10.4% في أكتوبر الجاري. وقد نما اقتصاد البلاد في الربع الثالث من العام، حيث نجا أكبر اقتصاد في أوروبا من خطر الركود في الوقت الحالي، على الرغم من ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، وفقا للأرقام المعدلة موسميا. وافقت المفاوضية الأوروبية على خطة ضمان بلجيكية بقيمة 1.5 مليار يورو لدعم موردي الغاز والكهرباء في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية. وتأتي موافقة المفوضية الأوروبية على المخطط في إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة الذي اعتمدته المفوضية في مارس الماضي وتم تعديله في يوليو الماضي. أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أنها لا ترى دلائل على حدوث ركود اقتصادي بالبلاد في المدى القصير، وذلك بعد التعافي من انكماش استمر 6 أشهر. أضافت الوزيرة أن البيانات الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري، والتي تم الإعلان عن ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي فيها بنسبة 2.6%، تؤكد قوة الاقتصاد الأمريكي، بينما يسعى صناع السياسات بصورة عاجلة لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة. كشفت الحكومة اليابانية النقابة عن حزمة إنفاق تحفيزية جديدة بقيمة 39 تريليون ين، وقالت إنها ستعزز الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.6%. وذكرت الحكومة أنها ستوفر ميزانية إضافية للسنة المالية الحالية بقيمة 29.6 تريليون ين لتمويل الحزمة. وهذا وسجلت الأسعار للمستهلكين في العاصمة اليابانية طوكيو ارتفاعا بنسبة 3.4% في أكتوبر الجاري مقارنة بالعام الماضي، مسجلة أكبر زيادة لها منذ أكثر من 40 عاما. تواجه كوبا ثاني أزمة نقص في الوقود خلال 7 أشهر، حيث تمتد طوابير الانتظار أمام العديد من محطات الوقود في هافانا. وتأتي أزمة التوزيع الحالية بعد نحو 3 أشهر على اندلاع حليق كبير في منشأة تخزين في مقاطعة ماتانزاج، وخلف كذلك في هذا الحادث
17 قتيلاً ودمر 4 خزانات ضخمة للنفط الخام، كما تسبب في خسائر بقيمة 100 مليون دولار من الوقود المحترق. وبحسب بيانات رسمية، تواجه كوبا أسوأ أزمة اقتصادية لها منذ قرابة 30 عاماً بسبب مشكلات عديدة، منها تداعيات جائحة كورونا والعقوبات الأمريكية. حضرت شركات للصناعات الدوائية من أن ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا يهدد بتسريع نزوحها من القارات العجوز. هذه التحذيرات تزيد من المخاطر الواقعة على سلاسل توريد الأدوية التي تضررت بالفعل في ذروة كورونا. ارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا يهدد بتسريع نزوح الشركات الكبيرة في تصنيع الأدوية الأساسية، مما يزيد من المخاطر الواقعة على سلاسل توريد الأدوية التي تضررت بالفعل في ذروة جائحة كورونا. هذه الأدوية الأساسية تعد ضرورية في القارة العجوز لعلاج المشكلات الصحية المزمنة، بالإضافة إلى كونها مريحة في الإجراءات الجراحية. وعلى الرغم من شدة الحاجة لهذه الأدوية بأوروبا، إلا أنها هي غالباً لا تخضع لقواعد براءات الاختراع، وتباع بأبخس ثمن ممكن تحدده هيئات الصحة الوطنية أو اتحادات شركات التأمين في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. ولطالما دفع الضغط الواقع على تسعير هذه الأدوية الرئيسية لانتقال تصنيع المكونات الأكثر استهلاكاً للطاقة أو المكونات الدوائية الفعالة جهة الشرق نحو الهند والصين، حيث التكاليف أقل بشكل كبير. ووفقاً لإحدى الشركات العاملة في قطاع الأدوية في أوروبا، فإن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما رافقها من أزمات في الطاقة والاقتصاد يتوقع أن تقوض قطاع الأدوية في القارة إلى الأبد فيما يتعلق ببعض الأدوية الضرورية. وسلط مسؤول الشركة الضوء على النقص الأخير في ألمانيا لعقار تاموكسيفين، وهو مكون فعال يستخدم في علاج رئيسي لسرطان الثدي. كما أوضحوا أن الشركة الأوروبية الوحيدة المصنعة للمكونات الفعالة للعقار أوقفت الإنتاج لأنه أصبح غير مجد من الناحية الاقتصادية. كشف صندوق الثروة النرويجي عن تكبده خسائر بلغت 43.47 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، حيث تضرر من ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والأزمة الأوكرانية. كان عائد الصندوق من الاستثمار عند سالب 4.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، والذي كان أكبر بواقع 0.14 نقطة مئوية من العائد على المؤشر القياسي للصندوق. ويعد صندوق الثروة النرويجي هو الأكبر في العالم، ويدبر أصولاً تبلغ قيمتها 1.15 تريليون دولار. قررت الولايات المتحدة إخراج أقوى رأس حربي نووي من الخدمة في ترسانتها، والتخلي عن خطط إطلاق صاروخ كروز نووي من البحر. وأعلن البنتاغون كذلك خلال النسخة الجديدة من استراتيجية الدفاع الوطني الأمريكي أنه أوضح أن سبب إخراج الرأس الحربي النووي من الخدمة هو زيادة تكاليف صيانته. أفادت وكالة رويترز بوقوع اعتداء على منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي. وأضافت رويترز أن الاعتداء على منزل بيلوسي أسفر عن إصابة زوجها، مشيرة إلى نقله إلى المستشفى واعتقال منفذ الاعتداء للتحقيق معه في الدافع وراء الهجوم. أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، واتفق فيه زعمان على التحضير لقمة ثنائية في العام القادم. أضاف الإليزي أن ماكرون أكد لسوناك استعداده لتعزيز العلاقات بين الدولتين، مضيفا أن الرئيس الفرنسي يعتبر الأزمة الأوكرانية ومكافحة تغير المناخ تحديات مشتركة، كما اتفقا على تعزيز التعاون في ملف الهجرة عبر المانش. وفي الفلبين، أكد وزير الداخلية في منطقة بانغسمارو نجيب سينار بيرمبو أن الفيضانات والانهيارات الأرضية في إقليم بجنوب البلاد خلفت 31 قتيلا على الأقل، مع توقع بارتفاع عدد القتلى في الوقت الذي واصل رجال الإنقاذ البحث عن مفقودين. وأضاف وزير الداخلية في منطقة بانغسمارو أن هطول أمطار غزيرة ناجم عن اقتراب عاصفة مدارية
تسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية أثرت على عدة بلديات. حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أن الملايين يواجهون أضرارا جسيمة بسبب الفيضانات في غرب ووسط إفريقيا. وأضافت المفوضية أن الاحتياجات تتزايد لأكثر من 3.4 مليون نازح، وذلك في مواجهة الفيضانات المدمرة الأخيرة في عدة دول ومنها نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون. وأكدت المنظمة الدولية أن العمليات الإنسانية في غرب ووسط إفريقيا تعاني من نقص التمويل بشكل خطير. كما حذرت مفوضية اللاجئين من أن أزمة المناخ تدمر سبل العيش وتعطل الأمن الغذائي في إفريقيا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء أعمال السنة لصفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي شددت على أنه سيتم تطبيق أعمال السنة على صفوف النقل بداية من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي بواقع 20 درجة. في ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين في مجال الصناعات الحرفية والتي تحتاجها كافة المجتمعات المحلية، أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة بدء تنفيذ دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات والتي تدعمها الوزارة بالميكنة والخامات اللازمة في عدة مجالات مختلفة تناسب الشباب من الجنسين، وهي الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والأثاث والنجارة. أوضح الوزير أن البرنامج التدريبي يستمر لثلاثة أشهر وينفذ في 12 محافظة في نوفمبر القادم. بحث وزير البترول طارق الملا مع المدير التنفيذي لإحدى الشركات السعودية خطط الشركة بعد الموافقة على دخولها السوق المصري وتقديم خدماتها المتخصصة في التموين للطائرات بالوقود بالإضافة إلى تجارة زيوت التشحيم في ظل رغبتها القوية في ضخ استثمارات في هذا المجال في مصر بداية في مطار القاهرة الدولي ومن ثم باقي المطارات المصرية. وخلال اللقاء أكد الملا أن الشركة السعودية تمتلك خبرات كبيرة في مجال وقود الطائرات وزيوت التشحيم تمتد لأكثر من 70 عاما، ومرحبا برغبة الشركة في الاستثمار بالسوق المصرية في هذا المجال بالإضافة إلى استعدادها لتقديم خبراتها سواء في مجال تموين الطائرات أو في مجالات التحول الرقمي وخفض الانبعاثات وغيرها. ومن أخبار الرياضة، يواجه الزمالك اليوم الأهلي على استاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات على لقب كأس السوبر المصري. يسعى الزمالك للفوز باللقاء لمواصلة التتويج بالبطولات بعدما حصد لقبي الدوري والكأس ويأمل في تحقيق ثلاثية تاريخية، فيما يطمح الأهلي لحظ اللقب والعودة إلى منصات التتويج المحلية من جديد وتحقيق انطلاقة قوية خلال الموسم الحالي. يحتضن ملعب هزاع بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي مباراة السوبر بين قطبي كرة القدم المصرية الزمالك والأهلي. يلتقي الزمالك صاحب ثنائية الدوري والكأس مع الأهلي وصيف بطولة الكأس في النسخة 19 من البطولة، ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بكأس السوبر ب11 بطولة فيما أحرز الزمالك 4 بطولات. يسعى الزمالك خلال مباراة القمة المرتقبة لمواصلة التتويج بالبطولات بعد حصد الدوري والكأس، ويأمل في تحقيق ثلاثية تاريخية، فيما يطمح الأهلي للعودة إلى منصات التتويج من جديد وتحقيق انطلاقة قوية في الموسم الحالي. ومن المنتظر أن يتسم اللقاء بإثارة كبيرة ستمتد إلى خارج الخطوط من خلال مواجهة برتغالية سويسرية بين المدربين غوسبالدو فيريرا المدير الفني للزمالك ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي، حيث يتوقع أن يعتمد فيريرا على خطته المعتادة 3-4-3 في الوقت الذي يفتقد فيه الفريق خدمات قلب الدفاع محمود حمد الونش. وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يعتمد كولر على طريقة 4-2-3-1 مع الدفع بحمد فتحي أو عمرو السولية بدلا من المالي أليو ديانج الغائب عن المباراة للإصابة.
ونعود لأبرز الأخبار، حيث وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلاء الاهتمام اللازم لتزويد مدينة السيارات المتكاملة بالمرافق العامة بكافة أنواعها، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كل احتياجاتهم، مع تعزيز نظام الأمان في المدينة عن طريق كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية، وذلك للتحكم والسيطرة على دخول وخروج السيارات والأفراد. جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس السيسي بمدينة السيارات المتكاملة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، والتي تقع على مساحة 57 فدان على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع ل4000 سيارة، كما أنها مزودة ببيئة نظم ومعلومات متكاملة، وتضم في طياتها العديد من ساحات الانتظار وشبكة طرق داخلية وعشرة بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلا عن المحال التجارية والمباني الإدارية والبنوك ومقرات للشهر العقاري، وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور. وفي مثل هذا اليوم رحل الأديب طه حسين عميد الأدب العربي ورائد التنوير في مصر والوطن العربي. تجاوز عميد الأدب العربي كل الصعوبات ليكمل مسيرته التعليمية ويساهم في حركة النهضة الحديثة للأدب العربي. أحد أشهر الكتاب والمفكرين المصريين في القرن العشرين ومن أبرز رموز حركة النهضة والحداثة ليس في مصر فقط بل في المنطقة العربية، إنه طه حسين عميد الأدب العربي. ولد طه حسين في عزبة الكيلو إحدى قرى محافظة المنيا، ذهب إلى الكتاب والتحق بعدها بالأزهر حيث درس الدين والأدب العربي من سن مبكرة. كان طه حسين الابن السابع من بين 13 طفلا، فقد بصره في سن الثالثة نتيجة تلقيه علاج خاطئ، وهو ما تسبب له بالكثير من المعاناة طيلة حياته. في عام 1908 التحق طه حسين بالجامعة المصرية، وفي عام 1914 التحق بجامعة مونبلييه في فرنسا، وتزوج بالمواطنة الفرنسية سوزان بريسو التي كانت لها أثر عظيم في حياته. عاد طه حسين إلى مصر عام 1919 وعين أستاذا للتاريخ اليوناني والروماني، واستمر كذلك حتى عام 1952، حيث تحولت الجامعة المصرية في ذلك العام إلى جامعة حكومية، وعين طه حسين أستاذاً لتاريخ الأدب العربي بكلية الأداب. أصدر طه حسين كتابه في الشعر الجاهلي الذي أحدث عواصف من ردود الفعل، وأسهم في الانتقال بمناهج البحث الأدبي والتاريخي نقلة كبيرة فيما يتصل بتأكيد حرية العقل الجامعي في الاجتهاد. أحيل للتقاعد في 16 من أكتوبر عام 1944، واستمر كذلك حتى 1950 عندما عين لأول مرة وزيرا للمعارف، وكانت تلك آخر المهام الحكومية التي تولاها طه حسين، حيث انصرف بعد ذلك وحتى وفاته عام 1973 إلى الإنتاج الفكري والنشاط في العديد من المجامع العلمية التي كان عضوا بها من داخل مصر وخارجها. نهاية النشرة، ولم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي وقع قانونا بمنح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج. انطلاق أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية بالجزائر وأبو الغيط يؤكد قدرة العمل العربي المشترك في تجاوز التحديات. روسيا تتهم الغرب باستخدام الدولار كسلاح لتقويض مفاهيم الاحتياطات المالية الدولية. ختام نشرة الثالثة، دمتم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم وإلى اللقاء.